مساكم الله بالأدب والذوق والشعر الجزيل من شاعر صدره يسع مكة ومن يسعى بها، شاعر شمالي وقفته علابته تشفي الغليل، يدرى زعلها ويحمى عنها ويخشع تابها، بميلة عقاله ثقة وبفطرته صبر جميل، يحسب مسافة صيدته واللي رماها صابها أنا البديل، العمر بن كلثوم لو ما له بديل لقامت فحول العرب تفخر بطيب أنسابها للمستحيل، يردني ولا ابن عم المستحيل، يا ما كسرت القاعدة وخلفت وجه عرابها صدري، إذا عليت على واللي استطالت تستطيل، إما استوت لي كلها ولا بلاش أشقابها. حياكم الله مشاهدينا في حلقة شعرية وتواصل شعري معاكم وبرنامج أهل الديرة اللي تعودتوا عليه من خلال الطرح الاجتماعي، وكل يوم نتواصل معاكم أحد ثلاثة خميس بقضايا اجتماعية. اليوم الحلقة راح تكون حلقة شعرية ونتكلم فيها عن الشعر وعن مستوى الشعر وهذا الشعر في دولة الكويت وأيضا الخليج والوطن العربي، ونتكلم عن تجارب الشباب الشعرية، وكثير من الشباب عنده تجارب شعرية ولكن يعني لا يحب أن يظهرها إلى الساحة الشعرية، فقط يكتب شعر ويحتفظ بهذه القصاصات الورقية، مع العلم بأن هذه القصاصات الورقية إن طرحت في الساحة الشعرية تحدث ضجة لأنها كتابات لربما الساحة الشعرية افتقدتها. لذلك أرحب بضيوفنا الكرام اللي حرصوا على التواجد معنا اليوم في برنامج أهل الديرة ومن سلطنة عمان الشاعر عقيل لواتي، حياك الله معنا في برنامج أهل الديرة. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. يعني نقول لك حللتم أهلا ووطئتم سهلا. نحن في بين أهلنا وفي أرضنا. الله يسلمك. الله يسلمك. والإعلامي الأستاذ مبارك النجاد أبو صالح، حياك الله معنا في أهل الديرة. الله يسلمك أخوي. سعداء بتواجدك. الله يطول في عمرك. أنا يعني ماني ذاك الشاعر ولكن يعني أنت كثر الله خيرك رغبت اني اكون وياك وانا ما احب اردك. يعني احنا بعد ما قرانا الاشعار اللي عندك اليوم المشاهد هو الحكم سيحكم ان كنت بشاعر ام لست بشاعر. واخيرا وليس اخرا عمر الشمري، حياك الله معنا في برنامج اهل الديره. الله يسلمكم. يعني تكلمنا في المقدمه عن التجربه الشعريه وتكلمنا عن الشعر، ولكن ودي اتكلم اليوم عن امور كثيره ومحاور كثيره متعلقه بالشعر، واردنا ان نتكلم عن الشعر والتجربه الشعريه. نحن أهل الشعر منذ الزمن يعني منذ زمن العصر الجاهلي والشعراء اللي طلعوا في العصر الجاهلي والسباقات التي كانت تدور والمعلقات، ومن ثم العصور التي تلت العصر الجاهلي والعصر اللي ازدهر فيه الشعر، وبعد ذلك العصر اللي قل فيه الشعر وكان فيه تردي لمستوى الشعر، العصر العباسي لظهور يعني أمور شعرية بدأ الشعر يرفضها كشعر الخمريات أو ما شابه من ذلك اللي سببت انحطاط للأدب العربي بشكل عام. لكن اليوم خلينا نتكلم عن التجربة الشعرية والشعر الحديث. بداية معك الشاعر عقيل لواتي، والترحيب يعني سيستمر معك إلى أن تكون راضي علينا في حلقة أهل الديرة. أبي أتكلم بداية عن سبب زيارتك لدولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. أنا أتشرف أن أكون في برنامج أهل الديرة لأنني أنا من أهل الديرة. إن شاء الله. إن شاء الله تشرفنا. نعم، مشاركتي هنا وزيارتي للكويت زيارة رسمية، يعني مهمة عمل. أنا عضو في منتخبات أو اللجنة المشاركة في البطولة العربية المدرسية الرياضية. نعم. التي تستضيفها الكويت هذه الفترة، وإداري في منتخب الطائرة لسلطنة عمان. التقائنا بالكويت التقاء جميل جدا، يعني يكاد لا نبالغ أن نقول أننا فعلا بين أهلنا وعلى أرضنا. من كرم الضيافة والترحاب الذي لقيناه، طبعا هذه ليست مقولتي وحدي وإنما جميع الوفود لديها نفس النظرة، وما شاء الله على الاستضافة وكرم الضيافة، يعني اللسان يعجز ولكن لندع الشعر يتكلم في هذه اللحظة. لدي قصيدة بسمة في قلب الكويت. نعم. أنت اسمح لي. نعم. إذا حامي داش علينا يا ريت تتكلم بالشعر اللي عندك. تفضل. هذه قصيدة يعني حبيب. الكويت كاتبها. نعم. تفضل، هذه لك المساحة في إلقاء الشعر. أقول غازلتها بنزيف الشوق فارتعدت فرائص الحب خجلا من تماديها، تمايلت فرحا والرمش قد لعبت تداعب الوجد في روحي لتحييها، هذه الكويت تنادي بالهوى كلمي فأستجيب لها لثما لمن فيها، كأنها مذ تنادي الروح
تعزفني تموسق النبض في أسمى معانيها إنا أتينا وسحر الأرض يعرفنا إن الكويت سماء تزدهيتيها أقول للكون غني إنني ثمل أعتق الحرف كي ينمو بشاطيها نبض الرياضة في شريانها عرب تعانق الكل إيمانا نواديها تناغم العرب في أحضان روعتها لتسجد الروح في أنقى فيافيها لما توحدت الآمال في ثقة تبسم الأفق إذ غنت لياليها تخالط الحب في شريان أوردتي تخالط الحب في شريان أوردتي فخلتها كعمان حين أفديها فخلتها كعمان حين أفديها فخلتها كعمان حين أفديها صح لسانك ما شاء الله عليك صالح أنت يستفزك الشعر دائما الشعر يعني متميز وصالح ما شاء الله عليه إنه إذا في قصيدة شعرية استفزتها دائما ما يرد وقبل الهواء إذا ننتظر الرد إحنا أنت أكيد موعود بالرد ولكن يعني وصالح أيضا إحنا عرفناك و ايضا متابعين قناه الكوت والساحه الاعلاميه تابعت وصالح كسياسي من خلال برنامج 360 والقياض يعني القضايا الاجتماعيه السياسيه صحيح. اللي تطرحها وكنت ذو طرح سياسي مشاكس يعني دائما ما تميزت بالطرح الجريء ولكن اليوم اتكلم عن مصالح الشاعر فكلمنا عن مصالح الشاعر لا هو شوف يعني الشعر هو مزيج من اربع اشياء فكره وخيال وموسيقى وعاطفه اوكي وكل الناس عندهم هالاربع اشياء ولكن بدرجات متفاوته من يستطيع مزج هذه الاربعه اشياء ويصيغ منها يعني الفكره والعاطفه والخيال والموسيقى راح ينتج شيء جميل شيء جميل والكلام بالنهايه سحر يعني الكلام هو سحر والانسان ما يخلو من مشاعر والافكار يعني هو هذا مزيج من هذا كله فبالتالي نعم احيانا الانسان يجيد التعبير عن مشاعره بالشيء المصفوف الكلام المصفوف اكثر ما يجيده بالتعبير باساليب اخرى يمكن انا يعني الشعر ما اعتبر نفسي ذاك الشاعر الشاعر ولكن لي محاولات شعريه لاقت استحسان من البعض ومثل ما انت قلت يمكن في بدايه الكلام يعني ما اميل لاظهار هذا وايد ليش وصالح ما تميل لاظهارها مع ان الحس الشاعري موجود عندك يعني سلمك الله هو كثير كذي من اللي يكتبون يعني مو بس انا كثير من اللي يكتبون تكون موهبه الشعر او الشعر نفسه هو متنفس اكثر مما هو انه يرغب ان يبرز فيه يعني اذا حصلت مثل ما يقولون بلغه الادب تجربه شعريه ما يعني تضايق بشكل كبير استانس بشكل كبير عشق كره تعرض إلى تجربة إنسانية معينة فيفرغ هذا شعرا لكن بمجرد أن ما يفرغ شعرا مو بالضرورة أن ينشره ما يهمه يعني زين فالبعض يهتم البعض لا يهتم أحيانا تحدثني نفسي إن ليش ما أكتب وأجمع هذه الأمور ويمكن تكون هذه حلفتك بداية حق هذا الموضوع إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إذا كانت هناك تجربة شعرية فابو صالح لا تتردد ولكن جميل ان نسمع شيء ايضا في البدايه اليوم والله بدام الاستاذ عقيل يعني بدا في حب الكويت واكيد يعني حب الاوطان من الايمان بلا شك نعم يعني اقول قصيده ان شاء الله اتذكرها كاملا يعني من الذاكره احد الاشخاص تعرض للكويت يعني هو شخص كان يفترض ان يكون كويتي ولكن يعني تكلم باستعلاء عن الكويت تمام وان هذه الكويت شنو يعني جنه الله في الارض او ايا كان فاستفزني هذا الكلام فكتبت نعم حب البلد عندي محبة دخل الجنة ولن زايد على أحد ولكن حبها إيمان وإذا كان البلد الكويت وكان عيالها حنة أكيد الحب فوق الوصف ما يقدر يصوغ لسان نسج حبها نسيج القلب ودب الحب في دمنا وإذا عاش الفؤاد الحب خضع حق حبها الإنسان من أيام اللي كانت كوت ولا زالت ولا زلنا عرفنا الحب في الماضي ولا عمره عرف نقصان بنى هالدار أهل الدار جنوا بالوحدة هالمجنة كأن الله خلقهم شخص مو أشخاص يا سبحان وسبحان اللي دون الناس في هالأرض جمعنا
وسبحان اللي خلى الود يزرعنا أهل وإخوان. تكاتفنا وكل الناس أعجبهم تكاتفنا، عمق الطيب في هالناس خلاها عظيمة شان. لي قالوا شعب الكويت؟ قالوا والنعم منه، شعب عزة، شعب نخوة وعيالهم الفرسان. لي حجت حجايجها طابت فيهم الظنة، لا هانوا أهل الكويت وفيهم هالبلد لا هان. لا هان ما شاء الله عليه، صح لسانك. الله يسلم صاحب ذنك. لا قالوا شعب الكويت؟ قالوا والنعم منه. والنعم منه ما شاء الله عليك وكلماتك الشعرية. تجربة شعرية عنده فريدة، وقلت لك يتميز بأنه تستفزه، مجرد ما تستفزه يرد عليك بتجربة شعرية جميلة. انتقل إلى الجانب الشبابي وأخوي عمر الشمري، يعني ما شاء الله عليك شاعر، وتابعت بعض تغريداتك على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، كان عندك يعني تغريدات جميلة، وأيضا كان عندك أشعار تتكلم بلسان المجتمع. بداية دعني أتكلم عمر عن التجربة الشعرية معك، متى بدأت؟ بالبداية أمسي على أهل الديرة وعلى برنامجكم الطيب. الله يسلمك. وأنا أتشرف ضيافتكم. التجربة الشعرية بدأت معي يمكن من خلال يعني 3-4 سنوات. حديث يعني؟ أي حديث. بس كانت يعني اتجاه قضية معينة إنسانية، هي اللي يعني مثل ما استفزتني أكثر أني أنا أتداولها من حيث الشعر. وجدت نفسي أكون فيها شاعر وأكتب فيها كثر ما قدرت. بالبداية صح لسانك، صح لسانك أخوي، وهم استفزوني أني أنا هم ما نبي حقا تكون استفزازية. لا هي حقا استفزازية. فكانت لي يعني عديد من القصايد عن قضية البدون، تمام، قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية. صحيح. فتداولتها أكثر من قصيدة وأكثر من بيت، ومن ضمنها عندي هذه القصيدة، كانت مساجلة بيني وبين أخوي الشاعر علي. فأقول خذني سعادة واسعد القلب لا جيت، خذني سعادة واسعد القلب لا جيت، خذني ترى هذا الزمن صار قاسي، ودي أجرف فرحتي قد تعنيت، ودي أعيش العمر وانسى المآسي، بك يا علي ظاهر تراني تهقويت أحزان كل الكون من فوق راسي، الدمع يملي وجنتي لا من طريت شيء تبعثر من إيدين السياسي، قلت البدون وقلت في داخلي ليت، أسمع خبر به يصرفون الجناسي من قلب رقبتي ترى ما تناسيت، هاك الوعد مني إذا كنت ناسي، الله أكبر كيف للظلم واليت، أغرتك دنيا مدري وضع الكراسي، يلي جحت ورحت وشنت سويت وانا على هالظلم يا قو باسي، تيماء هلت بالفرج ثم تأزويت، شلت العلم بيدي وهذا أساسي، طلبت في حقي ولا ظني أخطيت، هذا الوطن به مولدي هو ساسي، أغلى وطن في شدة جيت واسيت، وإن كان ببكي يا وطن من يواسي، أغلى وطن في شدة جيت واسيت، وإن كان ببكي يا وطن من يواسي، لا صرت تنكرني وأنا طيب الصيت، شفني تعال أعطيك فاصل دراسي، أنا الشهيد اللي عشانك توفيت، العسكري مثل الجبال الرواسي، أنا الفخر يا كويت يا كويت يا كويت، شامخ على كثرة الغرابير راسي، وينك علي ظاهر ترى يبكي البيت، عطني نهاية جرح يا أصاب راسي. الله عليك، الله عليك يا عمر، ما شاء الله عليك. صح لسانك، صح كلام. تجربة شعرية شبابية فذة. وأنا دائما ما أقول إن يعني الواقع والمشاكل اللي يعيشها المجتمع دائما ما تظهر تجربة شعرية فذة، والشعر لا يولد إلا من خلال تجربة. صحيح. ومعروف إن من خلال يعني العصر الجاهلي المعاناة اللي كانوا يعيشونها والحياة اللي كانوا يعيشونها ترجمت إلى شعر، بل كانوا يعني يتريقون شعر، يتغدون شعر. صحيح. وكانوا دائما ما يقعدون في يعني الحديث الأدبي. نعم. وحتى يتبادلون الطعام أثناء الحديث. نعم. كان يسمى يعني طاولة الطعام والحديث يسمى مأدبة الطعام نسبة إلى الأدب. دائما ما كانوا يعتزون بالأدب. ودي أرجع معك أستاذ عقيل وأتكلم عن الإصدارات اللي عندك اللي جايبهم معنا يعني الاستديو، كلمني عن الإصدارات اللي عندك وما يحتوي كل إصدار في جوفه. الإصدار الأول سجدة قلب، صدر في 2007 من جمهورية مصر دار أكتب للنشر، وهي التجربة الأولى، وربما ليست يعني التجربة الأولى الواحد يستفيد منها. عنوان سجدة قلب كل القصائد التي به هي يعني تحوم حول هذا الاسم، وفيه أيضا قصيدة بهذا العنوان في
الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا الإصدار الثاني إمضاءة في جيد حب. أنا عادة ما أختار العناوين التي تحتوي قصائد الديوان، تحتوي تنطوي تحت هذا هذا العنوان. فالإصدار الثاني إمضاءة في جيد حب أيضا كل القصائد فيه تحتوي على الحب، على مفردة الحب، وفيه أيضا إحدى القصائد بهذا العنوان. يعني شو اللي خلاك تبتدي إصداراتك الشعرية؟ لربما هذه الإصدارات اليوم اثنين وغدا نرى يعني إصدارات كثيرة. هناك عدة مخطوطات، إذن ثلاثة أو أربع مخطوطات لا زالت تحت، يعني ستر النور قريبا إن شاء الله. أنا أيضا تأخرت كثيرا في الإصدار، ربما الأسباب يعني خوف الناقد، مثل ما كانت أيضا بداياتي من يعني كنت أكتب من أيام الدراسة، لكن لم أظهر كشاعر إلا بعد ما نشر لي أول نص في الصحافة العمانية، وبعده انطلقت والحمد لله. يعني الإصدار الأول خاصة يعني يجب أن يكون دافع قوي للاستمرار، إضافة إلى أنني مع أنني خائف من النقد إلا أنني صدرت الديوان الأول اللي هو سجدة قلب بطباعة المقدمة نقدية في الديوان أيضا للشاعرة والدكتورة سعيدة خاطر فارسي، دكتورة في اللغة العربية وناقدة متمرسة، كتبت الكثير عن الديوان وأصدرت الديوان مع القراءة النقدية ما شاء الله. وكثير لاموني على الموضوع، لكنني أرى أنه وجهة صحيحة أن يكون الأول معه النقد أيضا له، وإن كان من وجهة نظر ناقد واحد، إلا أن من يقع في يديه هذا الديوان يقع لديه الشعر مع نقده. والإصدار الثاني أيضا أنتظر ما ينشر عنه قريبا إن شاء الله. من خلال يعني هذه تجارب شعرية، وما شاء الله إذا كانت بهذا الحجم الأدبي اللي تتكلم عنه، بعد قليل سنستمع أكيد لكثير من ما يحمل كل إصدار ونوعية الأشعار اللي فضلها. ولكن بنتقل لك يعني أبو صالح، وبديت ببداية شعرية وطنية، ولكن اليوم يعني صاحب طرح سياسي وصاحب توجه سياسي وشغلتك الجوانب السياسية، وأعتقد أن هناك عملية خطف، إما أن السياسة تختطفك من الشعر أو أن الشعر يختطفك من السياسة. ودي أتكلم عن عملية الخطف اللي قاعد تعرض لها، وين تصير بالضبط؟ والله ما أدري شيء يعني شلون، يعني شلون، أو يمكن أنطلق من كلام الأستاذ عقيل. شوف الأستاذ عقيل لما حط الديوان وحط النقد اللي موجه للديوان أو الدراسة النقدية خلاها في مقدمة الديوان، هذا شيء يعكس أن الشاعر قضيته الأولى، زين إنجاز أن أسمي نفسي شاعر، يعني قضيته الأولى هو أن يعبر عن مشاعره، هو أن يعبر عن مشاعره وكل تجربة أنه يعكسها شعر بغض النظر شو يصير بعدين. أوكي، وطبيعي أنت في كل تجربة، في كل تجربة أنت لا تجيد التعبير إلا بهذه الطريقة. صحيح. فبالتالي حسب انشغالك في موضوع ما، وحسب أنت المرحلة اللي قاعد تمرها الحين أو الموقف الإنساني اللي أنت قاعد تمر فيه، إذا كان في السياسة فبالتأكيد سينعكس السياسة، وإذا كان في جانب إنساني هم سينعكس جانب إنساني. يعني هالقصيدة الرائعة اللي قالها الأخ عمر، يعني هو مر في موقف إنساني انعكسه، لكن لو الأخ عمر اتحط في موقف آخر ستجد لسانه يعني يعبر عن الموقف. فالقضية ما فيها، حيثما تتواجد، حيثما تضع قدمك، تتحدث باللغة التي يعني يفرضها عليك المكان أو التجربة الشعرية. وبالتالي نعم، يعني أحيانا القضايا السياسية والهم السياسي وكون الواحد يتابع يعني يحز بنفسه هذا الموقف، أو يفرح لموقف معين، أو يستاء من طرف معين، فبالتالي يسجل هذا شعرا. يعني أنا ذكر مثلا مرة من سنوات عديدة، يعني من سنوات طويلة، أحد الأشخاص تصرف بطريقة معينة زين وسبب مشكلة يعني هني بالكويت. طبعا هذا الشعر قديم جدا، وصالح أشعار كلها تأتي على ردة فعل، يعني هو شيء يستفزك طبعا، هم يقولون خير الشعر اللي يأتي من تجربة شعرية. طبعا بس أنا أكون صريح وياك، بالشعر السياسي عادة نفسي مو طويل، يعني ما أكتب مختصر ومركز في فكرة معينة. على سبيل المثال، يعني منذ يعني عقد تقريبا من الزمان حصلت مشكلة هنا بالكويت، نعم أو أكثر بعد من عقد،
وكان وراها سين اوكي. فانا يعني وكانت الاضواء كلها مسلطه على جزئيات كثيره بينما صاحب المشكله ما حد صوبه في الصحافه والاعلام. تمام. شنو كانت القضيه بشكل عام يعني؟ فتنه. نعم فتنه. ما فكتبت مبروك للي من وراء النار طربان، مبروك للي من وراء النار طربان، مبروك لك يا اشطر الناس تكتيك، اشهد بانك بالتدابير لك شان، ساحر خفيفه بالحيل صج اياديك، تعطي اشاره وانت مشغول سرحان، يركض صبيانك حسب شارتك ديك، يا ولد عم فلان وفلان وفلان، كل اللي سويته بعد مو مكفيك، الديره صارت مرتع اللعب يا فلان، وانت بعيد وما حد يجيب طاريك، شاطر انا اشهد، وانت الكباس مالان، كل ما ركدنا شهوة الشر تغريك، اخراج هالفتنة صج اخراج فنان. هذا الفيلم ماشي على حسب متحيك، مشهد عجب اخراج لا صار او كان، والاحلى ما حد وسط هاللعب شك فيك. الله عليك. الله ما شاء الله. الله يسلمك. يعني وصالح هذه الاشعار المفروض ان تظهر الى الساحه والله. يعني كلامك صحيح، بس في انا احيانا نشرت، يعني نشرت في الجرايد، بس بصراحه اقول لك يعني انا ادز مثلا الشعر مره واحده، لكن اذا يعني ما تم نشره ما عندي اصرار انه ينشر، يعني ما اصر في هذا الموضوع، يبي ينشرونه ينشرونه، ما يبي ينشرونه ما ادق عليهم مره ثانيه او كذا. نعم. فاكتفي بالمقربين يعني. هذه نقطه مهمه بتكلم فيها مع الشاعر عمر، يعني تجربة إنسانية رائعة وشعر راقي جدا، وتكلمت عن معاناة وهذه المعاناة واقعية، وأعتقد أن الكلمات التي جاءت بواقع وإحساس. هل هناك شللية في الشعر؟ يعني أقصد هل هناك واسطة في الشعر علشان اليوم أوصل شعري إلى الصحافة أو أوصل صوتي كشاعر؟ هل هناك واسطة ولازم أن أدق على فلان وأترجى فلان نزل لي القصيدة في الجريدة، ولا اليوم لا، المجال متاح للشعراء بأن يطرح الشاعر ما يشاء من فكرة ومن قضية في الساحة الشعرية؟ أستاذ أحمد، شوف، صارت نفس المحسوبية. نعم. الساحة الشعرية خصوصا كنا أعرف أخوي أبو صالح، أرفع السماعة على أخوي أبو صالح بنشر على طول، إيه تفضل. بس صح. يمكن يعني أنا ما عندي لا أعرف أخوي أبو صالح ولا أعرف أحد بالساحة، هني العجز. ودائما بالساحة الشعبية تشوفها صارت نفس المحسوبيات، يمكن الشيء الوحيد اللي من خلاله النفس الشعري انتشر بين الناس هو برنامج تويتر والمنتديات والفيسبوك، اللي عطى نفس مواقع يعني التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي عطى الاشخاص بلا محدود انك انت بالساعات بالدقائق بالايام تنشر ما شئت من القصائد ومفتوح. صح. اما انك انت ترجع للصحافه ولا للاعلام. نعم. يمكن حتى لقائك اليوم يكون الا انه انطرف محسوبيه، يعني حتى الاعلام والصحافه يعني بالشغله هذه مقصر مع شعراء كثير لم تعرفهم الساحه الشعريه. تمام. انا ودي ايضا اتكلم عن الاشعار اللي قاعد تكتبها احيانا، حتى الديباجه لما تدز، يمكن انا اثني على كلام اخوي عمر، لما تدز قصيده حق مجله انا يعني اتابع احيانا، تشوف الديباجه مالت القصيده ولا يعني حق سين من الشعراء. أي. مثلا كذي مثلا فقره مقدمه يعني وكانه احد المعلقات. نعم. المتنبي بالضبط. اي زين. وكذي مقدمة يعني طويلة عريضة إلى درجة أحيانا تحس بالمبالغة، وبينما آخرين قد يكونوا هم مجيدين وممتازين ولكن ما عندهم هذه العلاقات، فبالتالي نشوف مصروف النظر عنهم يعني. نعم. يعني يعطيكم العافية على هذا. أنا أضيف على هالموضوع أنه يجب على الشاعر سواء الشاعر المتحقق أو الشاعر المبتدئ أن يعرف أن تؤكل الكتف. صح. هذه شيء يعني. صح. المحسوبية والشللية هذا واقع وموجود. صح. يعني يجب ان نتناوله من الجهه الانصع والاجمل، ان يكون شعر كيف يسوق نفسه. صحيح. مع الناس. صحيح. او كيف تكون علاقته مع الشعراء مع الصحافه. صح. مع كذا، لو احسن هذا الدور سيكون الكل يتبناه، الكل يطلب منه، الكل. صحيح. فهذه النقطه اللي نخليها بين قوسين مهم. تكلمنا بشكل يعني خلينا نقول كبدايه وكمحور اساسي عن الشعر وعن الانطلاقه، والشاي بدا يبرد يا جماعه وانا ما احبذ ان الشاي يبرد. نروح فاصل صغير نشرب الشاي ونرجع نتواصل معاكم مشاهدينا.
رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، المستمر معاكم في برنامج أهل الديرة، واليوم الحلقة مثل ما أنتم شايفين كلمات شعرية تصل إن شاء الله إلى السادة المشاهدين من القلب إلى القلب من برنامج أهل الديرة. أرجع معاك أبو صالح وأتكلم عن القضية اللي كنا قاعد نتكلم عنها. صالح، تكلمت عن قضايا الفتنة. نعم. وتكلمت عن حب الوطن. صحيح. ويعني من البداية واضح أن الشعر سياسي وأن التوجه سياسي، بل وأن السياسة تتغلب عليه. الغزل والحب وين من هذا هذا السؤال اللي كنت بنحاش منه يعني. نعم. لا طبعا انا مثل ما قلت لك يعني شوف اكيد في كل اتجاه واحد يعبر عن مشاعره زين. تمام. موضوع شعر الغزل يمكن انا البيئه اللي انا موجود فيها او خلينا نقول الثقافه اللي انا تربيت فيها ان هذا الحكي ما اقوله في العلن بصراحه، يعني شعر الغزل ما احب اني انا انشره او اقول حق من يعنيه الامر وانتهينا يعني. نعم. عرفت شلون؟ اذا هناك معنى يا جماعه اللي قاعد يتابع. زين. ف اي نعم انا كتبت في شعر الغزل، كتبت شعر الغزل هم وايد بعد زين، ولكنه يعني ما انشره. يمكن مره صارت بيني وبين احد اخواني اللي هم صديق عزيز اللي هو الشاعر فهد الردعان. نعم. وبالمناسبه اسره الردعان يعني هم جيراننا في منطقه الدسمه، يعني أسرة ويعني قبيلة تعج بالشعراء الرائعين ما شاء الله، يعني مثل على سبيل المثال الشاعر المعروف الأستاذ عبد الله الردعان اللي هو يلقب بشاعر الأحداث، ومن كبارهم ومن صغارهم ومن شبابهم ومن كهولهم يعني كثير من الشعراء، وحكم الجيرة طبعا هم وإخوان آخرين، فنتبادل دائما لما نقعد يعني هو يقول وأنا أقول وهو يقول أنا أقول، فأنا كتبت مجموعة من الأبيات يمكن أقدر أقولها يعني. تفضل صالح. سمعنا هي إيه عن صداقة يعني ولا لا؟ هي قصيدة غزلية انت سحبتنا حق هالمساحة. أنا احنا الغزل مطلوب اليوم منك. فانا قلت بس الجميل انه هو رد علي، يعني انا قلت القصيدة وسمعتها اياه. نعم. فهو كتب قصيدة يرد فيها علي، وما ادري عاد اذا انتوا يعني تواصلتوا وياه. احنا تواصلنا، ولكن انا ودي اتكلم عن القصيده الشعريه اللي عندك والغزل. ايه. وصالح يعني ما صدقت انك توافق تتكلم بقصيده غزل. قول اللي عندك وصالح. خلص. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقول عيني عيني غفت لكن بعد ما طلع النور، سهران في قلبي هواجيس وافكار، افكار تتلاعب وسط صافي الكور مثل اللهب يلعب إذا شبت النار، والفكرة صاحبها لها عبد مأسور حتى لو إنه حر من نسل الأحرار، فكرت في اللي مبسمه در منثور اللي جعل فكري ردعان محتار، مثل القمر غافي على هالة النور أو كنا ظبي حسنا يا أخوك ما صار، كل ما تأملته هوى القلب يثور وانشحت عنه يطرف البال تذكار، هذا الهوى صعب ولا يصير ميسور، قلبي تمنى وتمنعه كف لقدار، ماشي على درب ورا الحب مخطور مخطور، لكن قلبي في ذا الهوى سار، ساير ما هو مختار في السير مجبور، واللي يحب ما كان في يوم مختار، سهم الهوى كنا حق القلب منذور ينفذ ولا تدري حق القلب وش صار، يقلب حياة القلب من طور لطور فجأة تحب الشعر وتقول أشعار. الله عليك ما شاء الله عليك. كلمات شعرية جدا جميلة، وأعتقد الرد لازم يكون معنا على الهواء مباشرة. خلنا نسمع الرد. ألو. معنا الأستاذ فهد الردعان، وسمعت كلمات أخوي مبارك نجادة ويعني أبو صالح ما شاء الله كان عنده شعر جميل، ودي أسمع الرد من عندك أستاذ فهد. أحييك وحيي الأخ مبارك والأخوان. الله يسلمك. وأرجو أن يكون صوت واضح بس. واضح تفضل. هيضتني يا باعت القاف مشكور. نعم. هيضتني يا باعت القاف مشكور، عقب البطا وحييت عشب ونوار ومرتع غزال تحت الاضلاع مهجور، حركت غدرانه وروينا الازهار. الله. ومرتع غزال تحت الاضلاع مهجور، حركت غدرانه وروينا الازهار، ماجور يا مبارك من الحب ماجور، فهم الهوى عادل لا وتقول غدار، اهل المحبه بينهم عهد وجسور، شوف السنابل بين حاصد وبزار، اللي يعرف الزين يصبر على الجور، تشكي ونشكي سهم للحاض يا جار، اللي يعرف الزين يصبر على الجور، تشكي ونشكي سهم للحاض يا جار، يا أخوك أنا قلبي على رأس بابور. نعم. مخطور
لا ذكرتني غايتي طار يا أخوك أنا قلبي على رأس باكور مخطور لا ذكرتني غايتي طار كني على باب الجميلات ناطور من صغر سني يجذب الزين الأنظار شبت السمار ورحت مغرم ومكسور وشبت البياض ويجرح الليل الأنوار وما شفت مثل الضمر الخرد الحور تحت العبي عفن على الناس بخمار حديثهم حالي من القند مشكور والصوت نسمة والصوت نسمة صيف في صوت قيثار راعي الهوى لا عف مبرور مبرور راعي الهوى لا عف مبرور مبرور تطلب ونطلب جنة النافع الضار يا عل ذنبك يا ابن الأجواد مغفور بيغفر ذنوبي رافع سبع الأدوار سلام تسلم تسلم, تسلم يا أبو علي تسلم صح لسانك سيد فهد الله يسلمك وتحيات للجميع ومع السلامة بس الله بس أخو بس أبو علي أبو علي ترى هذه مو محسوبة لازم تكون ويانا بالاستديو مرة جاية ان شاء الله اخي حاضر يا ابو ان شاء الله, الله احنا نتشرف استاذ فهد انك تكون متواجد معنا في برنامج اهل الديره وايضا نخصص لك حلقه خاصه شعريه ما عندي مشكله قاعدك وقاعد صالح ويصير بينكم سجال شعري بس انا ممكن بعدنك بس اعلق يعني الاخ فهد الردعان وعلي يعني فعلا هذا من طاقاته الشعريه حقيقه الجباره ويكتب باللغه العربيه ويكتب بالشعر النبطي ويكتب حتى بالشعر الحر ما شاء الله ولكن هذا هم نموذج من الشعراء اللي همه ان يعبر عما في قلبه وغير معني في انه ينتشر ولا الناس تعرفه ولا ما تعرفه صح فبالتالي نقول من حق الشعر علينا ان يعني اخوان افاضل وشعراء مثل الاخ ابو علي ان تتاح لهم فرصه اعلاميه ويعني يضيفون يضيفون نعم للشاشه انا يعني ما شاء الله عندي محاور كثيره ولكن سمعت وش يقول له قبل شوي مأجور يا مبارك من الحب مأجور فالكلمات الشعرية أتوقع موقع يعني موجهة لأحد ما برجع لك أخوي عمر والشعر اللي تميزت فيه يعني طرحت قبل شوي شعر لربما حرك المشاعر وهذا الشعر جاء مثل ما ذكرت من واقع تجربة يعني هذه الأشعار شلون تطور نفسك فيها شلون تحاول أنك يعني بما أنك مبتدي من 3 سنين شلون تحاول تطور أدائك مفرداتك الشعرية لأن المفردة الشعرية اليوم لما انتقي هذه الكلمه تؤثر على المستمع واذا اثرت على المستمع اذا هي ناجحه فشلون يعني تحاول تختار هذه المفردات الشعريه بالبدايه يعني ما كنت انا بالشعر كنت يعني مفرد بروحي نعم. كان في احد الاخوان عبد الرحمن الفاضل تمام. علي ظاهر الشمري وجميع الشعراء كانوا يعني يشاركوني بالمفردات ويساعدوني ومر خليك كذي سوي كذي من الشغلات هذه الشعر عندي يعني اتجهت كثيرا ما الى موقف الموقف هو قضيه اما الاشعار الاخرى مثل الغزل كانت يعني مساجلات بيني وبين احد اللي يعني حافظ منها شيء كاتب منها شيء الكاتب مساجله بس حبذا ما تكون على القضيه نفسها نعم. المساجلات الشعريه والامر الاخر هو ان اكثر ما تعدد فيه الشاعر عمر الشمري طلع على الساحة الشعرية سواء بتويتر ولا على القنوات كان يخص القضية تماما نعم. يعني ما كنت أطلع من طور القضية هو اللي بيجرك صوب الغزل مراضي لا صوب الغزل سمعنا شعر أيضا من القضية اللي كاتبها شعر ثاني من الأشعار اللي كاتبهم عمر شوف عندي هذه الأخوي علي قاعد مساجرة نعم, نعم. يقول بين جمع المال وإخراج الزكاة حب دنيا وفرض لا يمكن يهون فرقهم بالحالتين وبالصفات مثل ما فرق الكويتي والبدون فرقهم بالحالتين وبالصفات مثل ما فرق الكويتي والبدون يا وجيه الخير يا مال الغنات من كلام الحق ما ظن تزعلون والله 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 إنه يذبحك طول السكات خصلة من صرت رجال مغبون موس ناشب يا هلي وسط اللهات خفت اصيح وبعض ربعي ينقدون يا عمر يا الشمري ويش السوات وانت وافي ومخلص لا ما تخون تتغي يوم به فات وعرات عطني ويش اخر قصيدك لا تهون عطني ويش اخر قصيدك لا تهون طبعا هي على نفس الموقف كانت فرديت عليه على نفس القضيه اللي انا قاعد اتعايشها يقول يطعون الوقت مو كافي حرام يا طعون الوقت مو كافي حرام ضاعت امال الفرح هم وحزين يا جروح اليوم ما ينفع كلام والالم يصرخ تسمع له ونين كيف اعيش بدنيتي ظلم وظلام كيف انادي الامل حاول تزين ما يموت الحظ
بس يمكن ينام نام حظي ما صحى عدة سنين أيغضي يا روح من ماضي وسام الصبر شابت عيونه من يعين أيغضي يا روح من ماضي وسام الصبر شابت عيونه من يعين للبدون اليوم في شعري مهام أطري ما شفته من الظلم الدفين يوم تيمة أطلق الطير السلام هلت رجاله من يوم تيمة أطلق الطير السلام فزت رجاله شمال ومن يمين شالت أعلامه هياما فيه هيام شالت أعلام الوطن بغلى حنين الغلا لك واللي ودك تطلبين ويش ذنب أطفال تشكي يا حرام ويش ذنب أطفال تشكي يا حرام عاشت أيام الطفولة بل حنين الوطن عند البدون أصبح غرام واللي يبيك الوطن عند البدون أصبح غرام والشباب اللي يبيك وما تبين حقي المسلوب كم عام بعام راح وانتي في عيونك تنظرين حقي المسلوب كم عام بعام راح وانتي في عيونك تنظرين العلم شلته وقد شلتي سهام قلت سلمية وقمتي تضربين العلم شلته وقد شلتي سهام قلت سلمية وقمتي تضربين كيف لا صرتي حكم وانت الخصام معتقل أي معتقل قلبي سجين القضية مو قضية اعتصام القضية ديرتي وين الحنين القضية ديرتي وين الحنين القضية ديرتي وين الحنين ما شاء الله عليك عمر الشمري كلمات شعرية ينتقي كلمات شعرية مؤثرة وأعتقد مثل ما ذكرت أن التجربة الشعرية إن جاءت من واقع يكون إبداع اليوم نرى عمر الشمري عنده إبداع ما شاء الله تفضل أستاذ أضيف على كلامك أن ربط القضية بالغزل أيضا جميل صحيح يعني ما شاء الله عليه يلعب على المشاعر هذا الأستاذ عقيل هذا الغريب في الشعر يعني الغريب في الشعر أن المعاناة مهما كانت مأساوية عندما تتحول إلى شعر تتحول إلى شيء جذاب وجميل وملفت للنظر وهذا يعني هذا لغز الشعر ما شاء الله عليكم أشعاركم جدا جميلة أنا أيضا يعني لما اتصلنا عليك علشان ننسق مع الأفكار اللي عندك محاور الشعر كان عندك كثير من الأشعار اللي تبي تطرحها ودي أسمع شعر وبعد ذلك أرجع لك بالأسئلة اللي عندي ربما من القضايا المهمة اللي معاصرة اللي نعم. يفترض أن أنا أتمنى قضية أن يكون مرتبط بالغزل أتمنى والله هو كل شيء مرتبط بالغزل وراح أكد أحمد ناوي مقبل على مشروع خطوبة شيء ما أدري يبي يورطني يستعد يعني لا يبي يورطني أنا قلت بورطكم ممكن لا هذه يعني هذا اللي نقول أن يكون الشعر قضية هنا المهم سواء غزل أو مدح أو حتى هجاء هو قضية من القضايا التي يعني تزخر بها الأوطان العربية خلنا نحددها أكثر هي قضية الطائفية صحيح الطائفية صحيح. الآن المقيت اللي استفشت المجتمع نعم. أنا دائما أسميها أنها ورم سرطان يجب أن يزول الحمد لله يعني في كثير من البلدان غير موجودة لكن في بعض البلدان يعني الموجودة نحاول قدر الإمكان حتى التوعية من خلال القصائد من خلال كذا هذه القصيدة أنا كتبتها أيام برنامج أمير الشعراء في الموسم الثاني عندما انتقلنا إلى مرحلة متقدمة طلب منا أن نجاري قصيدة زهير بن أبي سلمة معلقته نعم ف يعني في ذلك الموقف وتلك ذاك البرنامج الناجح والقوي نعم. الذي يعني كل العالم العربي كان يتابعه ارتأيت أن تكون هذه القضية موجودة من خلال نعم. هذا النص صحيح. النص عنوان اختلاس الضوء هناك اختلاس الضوء يقطر من دمي وزخات بوحي أحرقت نبض مبسمي وقفت بباب الشعر أستنطق الحجى أدير ضياء الفجر طقس متيمي وأثمل هذا الأفق في كل قطرة وأرضع طفل الصبح ألقمه فمي ومن يك ذا شعر فيبخل بشعره على قومه يستغنى عنه ويذمم بلادك أغرقها من الحب واتخذ هواها ملاذا يا أخ العرب واسلمي وصلي بعشق فوق تبر ترابها ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي فودع غثاء الطائفية وابتدع جمالا لنهج الحب بالقلب والدم وقبل سماء الأمن قبلة عاشق وقبل
سماء الأمن قبلة عاشق لينزاح ستر الغيب عن كل معلم هنا حطت الأيام في عمق وجهتي ومن يشعل الأكوان بالود يعظمي ومن يشعل الأكوان بالود يعظم. صح ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ومن يشعل الأوطان بالود يعظمي ما شاء الله. كلمات جدا جميلة. وأيضا يعني النقطة اللي بتكلم معك فيها هي الشعر الفصيح واللغة العربية، وأعتقد تجربتين أدبيتين مختلفتين لأن الزمان يختلف، وكلما يختلف الزمان أيضا الأدب يختلف بمفهومه الكامل. ولكن أبي أتكلم عن يعني شخصيتك وكتاباتك الشعرية، أيهما تفضل النبطي أم الفصيح؟ أنا وليش؟ في كتاباتي لم أتطرق إلى النبطي، ولكن أتفاعل ما أحبه وجالس شعراء الشعبي لصداقات كثيرة ويا مع الأخوة شعراء الشعبي سواء في عمان أو في خارج عمان، وأتشرف دائما بأن يعني نتناجى شعريا من في هذا المجال. هو مكسب سواء كان شعر نبطي أو شعر فصيح، العلاقات الشعرية هذه مكسب للشاعر. نعم. تضيف أشياء جديدة للشاعر، سواء فكرة سواء طرح أو حتى صور فنية وبلاغية أيضا موجودة في كلا الشعرين. شو اللي يخليك ما تكتب في الجانب النبطي؟ لا أحب أن أتطرق إلى هذا الجانب، ربما أفضل التخصصية في الشعر الفصيح، وهكذا أرى نفسي أنني هنا أجمل. تبدع؟ ربما أبدع، ولكن قد أني لو كتبت الشعبي أيضا بنفس المستوى، لكن أفضل أن أبقى في الشعر الفصيح. ما شاء الله عليك، أنت تخصص متخصص في الشعر الفصيح حتى لا يعني يكون هناك تشتيت ويكون هناك تركيز. وشفنا ما شاء الله كتاباته جدا راقية ورائعة، وهي نصوص أدبية بلا شك وما لا شك فيه. أنا ودي أتكلم عن أبو صالح اليوم عن التجربة الشعرية، وأنت رجل مشغول، كل يعرف أن أبو صالح رجل مشغول اليوم بكثير من الأمور وكثير من القضايا. شلون تحافظ على المستوى اللي عندك الشعري أبو صالح؟ والله هو شغلتين، الشغلة الأولى القراءة، وتقرأ لشعراء متمكنين يعني بحيث أن أنت لما تستحضر شعرهم وتكتب تستحضر كلامهم وأنت تكتب، على الأقل أنت تحاول تسكر الفجوة بين الرقي مالهم ومحاولاتك الشعرية. القراءة بالدرجة الأولى. الأمر الثاني هو أن يكون لك ناصح أمين في الشعر، أن يكون لك شخص تعرض عليه وما يكسر مجاديفك. شوف كل شخص أمثال أستاذ فهد أيوة النعم والله أبو علي وخاله من الدكتور قصدي الأستاذ عبد الله الردعان وآخرين يعني مجموعة من الشباب، لكن يمكن أنا يعني أنطلق من اللي تفضل فيه الأستاذ عقيل، أن أنت يجب أن تعايش الشعر، يعني بمعنى تخلق لك شدي بيئة شعرية ممن تقرأ وممن تستمع وإلى آخره. بالتالي أنت مثلا يمكن أنا لو سألت هذا السؤال ليش تكتب اللغة العربية أو العامي، هي المعايشة الذهنية. صحيح. يعني أنا خلاص أنا بيئتي الذهنية وبيئتي الفكرية هي اللغة العربية. ترى على فكرة كل شاعر عنده عالم الخاص. صحيح. أي عنده عالم الخاص، هذا العالم الخاص قد يكون كل ديكوراته وكل شكله وأرضه وسماه باللغة العربية، بينما شاعر ثاني لا، في ديكوره وأرضه وسماء جزء لغة عربية وجزء عامي، وفي نوع ثالث خليط من أشياء وايد. زين. فعودة إلى عودا إلى سؤالك، القراءة، وأن يكون لك شخص يراقب إنتاجك الشعري ويصحح لك، يعني يصحح لك ويرشدك وكذا. تمام. احنا عندنا اتصالات، والاتصالات جزء من برنامج اهل الديره، ودائما نذكركم بان التواصل معاكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الارقام اللي عندكم اسفل الشاشه. ولكن جميل ناخذ الاتصالات ونفتح الاتصالات، وان شاء الله اليوم ضيوفنا الكرام هم اللي راح يستقبلون الاتصالات. والهواتف موجوده على الهواء مباشره، الارقام قاعد تشوفونها اسفل الشاشه، اللي يبي يتصل يقدر يتواصل معنا ويكلم احد الشعراء اللي موجودين معنا. يعني بداية معك قول ألو صالح. تفضل أستاذي الكريم، منو معنا؟ محمد علي معك، تفضل. أهلا فيك أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية. طبعا الله أرحب بالضيوف يعني من الإخوان من عمان والأخ عمر والأستاذ مبارك النجادة، وحييك أحمد الرفاعي على هذا البرنامج. طبعا معاكم واخوكم محمد مال الله، وانا محمد مال الله بدارة الاخبار وياكم. اوكي يعني اخونا ابو حسين. نعم انا والله امانة قاعد اشوف البرنامج ومستمتع يعني مع هالكوكبة الجميلة اللي موجودة امانة. الله يسلمك. يعني اللي عرف ابو صالح يعني برا يمكن كشاعر وغيره، بس حتى احنا في زخم العمل ومن من, من بداياتنا، يمكن احنا بدينا مع ابو صالح وابتدينا معاك ابو صالح حتى من بداية مشوارنا الاعلامي، وكن دائما انت امانه تاخذ في بيدنا وتعلمنا منك الكثير. نعم. وفي الناس اللي ما يعرفون حتى في زخم العمل كنا نقعد في الغرفه ساعات وانت يعني صحيح. كنت تشعر وكنت تسمعنا من اشعارك الجميله امانه. الله يسلمك يا ابو حسين. الله يسلمك. انا يعني دائما انتوا بديتوا في البدايه كنتوا ان كل شاعر لازم انك انت تستفزه حتى تطلع اللي فيه. صحيح. يعطيك العافيه اليوم ابو صالح انت موجود. يعطيك العافيه اخوي محمد. الله يعافيك. وهم نبي نستفز يعني هم من اخواننا يعني اهل عمان امانه نتشرف فيهم واحنا سعيدين في وجودهم. وهم نبي شيء يعني هم بحلاوه الحلوه العمانيه. اكيد ما شاء الله عليك. راح تسمع ما شاء الله عليك. شكرا اخوي محمد. انا امانه بس احمد يعني حتى اختصر يعني لا اخذ وقت كثير، بس انا حاب استفز الاخوان شوي. تفضل. ان شاء الله. تفضل. نعم. ايا من ليس لي منه مجير. نعم. بعفوك من عذابك أستجير. نعم. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي. نعم. وإن تغفر فأنت به جدير. نعم. أفر إليك منك وأين إلا إليك منك يفر المستجير. أحسن. ما شاء الله عليك. أنا شاكر لكم أمانة وسعيد يعني في هذه الحلقة. يعطيك العافية. وأتمنى إن شاء الله لكم التوفيق جميعا. أخوي الله يعطيك العافية. يعطيك العافية وتشرفنا بالتواصل معك ما شاء الله عليك. يعني جميل التواصل معك. ما بي يعني نتكلم عن الجانب الإنساني والتواصل الإنساني معك، ولكن راقي بأخلاقك وراقي بطرحك. واليوم أكيد. في حلقة أهل الديرة شفنا شعراء. إيه ما شاء الله فعلاً. وما شاء الله عليهم الشباب في قناة الكوت عندهم تجربة شعرية. أنا ما أدري إن أبو حسين يشعر الصراحة. لا كتب شعر جميل يقول أستفزكم بعد يتحدث. نعم أرجع لك أخوي عمر وأتكلم عن التجربة الشبابية. اليوم أنت كشاب كتبت شعر وهناك تفاعل من قبل الشباب أيضا معنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر. حينما أكتب شعرا أبي تفاعل، وحينما أتبنى قضية أود أن يتفاعل الطرف الآخر معي لهذه القضية اللي أطرحها. اليوم لما طرحت هذه القضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر وتبنيت قضية إنسانية وكتبت، وكان هناك يعني عصف ذهني تحاول أن توصل رسالة إلى مسؤول أو تحاول توصل رسالة إلى مجتمع أو حتى إلى مجتمعات أخرى، شلون كانت ردة الفعل من هذه القصائد اللي تكتبها؟ ردة الفعل يعني الحمد لله أنا بدأت بتويتر توني. نعم. بما أنك أنت توك إنسان مجتهد وحامل قضية إنسانية وتشوف تفاعل كثير من عندك من خلالك اللي يقول لك بتواصل معك عن طريق رغمك، أعطني رغمك واتكلم معك وأقعد، هذا تشوف تواصل معك من خلال مؤتمرات حصلت لي وشاركت فيها بعدة قصايد، من خلال أن اجتماعات تكون مع أشخاص محترمين جدا يتطرقون للقضية يأخذون فكرتك أنت كشنو تتكلم عن القضية. ف دائما يعني لا كتبت مثلا التغريدة 140 حرف. إذا كتبت تغريدة تشوف مدى التفاعل بالرتويت. صحيح. يعني إذا تشوفها مثلا يوصل 10-20 وتنتقل بين هذا وهذا. صح. وصح لسانك هني أنت قاعد تشوف إن المتابعين الفلاورز بالك هم يعني متفاعلين مع أشعارك مع. صح. قضيتك الإنسانية، فالأمور هذه كلها جذبت. إذا هناك تفاعل أكيد. هذا اللي يشجعك على الاستمرارية. أكيد إذا أنت طبعا. تشوف تفاعل الآخرين وتشوف أن القضية ناجحة وتشوف أن القضية إنسانية، أكيد أنك تحاول مو بس مجرد أن تكتب بيت بيتين وتغف. نعم. لا أنت أغف إلى السلم، لا محدود أنك أنت تواصل بقضيتك بكل إنسانية بكل جهد بكل ثقافة وكل رقي. أيوة. ما شاء الله عليك. توصلها. ما شاء الله عليك. يعني هذه يمكن الروح الشبابية والشعر الشبابي اللي إحنا دائما نمتدحه والتجربة الشعرية الأدبية، أن يكون هناك رقي في الطرح وفي المقابل هناك قضية إنسانية نوصلها لكل المسؤولين. أنا يمكن أبي أتكلم معك بنقطة سريعة جدا حول البرامج الشعرية التي أحدثت ضجة في الساحة الشعرية في الخليج. كلمنا عن هذه البرامج وأثرها على الشعراء
وأثرها أيضا على متذوقي الشعر. بالنسبة للبرامج هال يعني شاعر المليون، وخلنا نسميه شاعر المليون وأمير الشعراء. نعم. شاعر المليون بالنسبة للشعر الشعبي وأمير الشعراء بالنسبة للفصيح. أنا أرى من خلال تجربتي في الموسم الثاني أن مساحة جميلة جدا للشاعر للانطلاق وأن لا يقف بعدها، لكن في المقابل نرى أن كثير من الشعراء ظهروا في البرنامجين ولكن لم يستطيعوا أن يسوقوا أنفسهم من خلال الإعلام أكثر وأكثر، يعني كان هم الواحد أنه يطلع وخلص. صحيح. لكن في كثير من الشعراء ما شاء الله مستمر ومعروف. الجميل أيضا في هذه البرامج أنك تدخل في كل بيت عربي في نفس اللحظة. صحيح. يعني هذه قد لا تتأنى لكل شاعر، أو أن الشاعر لو أراد الانتشار يحتاج لكثير من السنوات الضوئية حتى ينتشر هذا الانتشار. الآن الحمد لله من خلال هذه البرامج انتشرنا وعرفنا على الساحة العربية وغير العربية، تأتينا اتصالات من الخارج للمشاركة في أمسيات وهكذا. وأنا في هذه يعني في هالعجالة أحيي أسرتي الكريمة على ساحة هذا المجال، إني أنا أسافر كثير وأشكرهم وأقبلهم على رؤوسهم فتحملوا الكثير من هذا العناء. أنا أرى أن الشاعر أيضا معني بهذا الأمر، أن كيف يسوق نفسه من خلال هذه البرامج أو غيرها من البرامج، والحرص على المثول في كثير من الأمسيات وحتى لو الحضور. أنا عادة كثيرا ما أسمع بأمسية في مسقط وأنا أبعد عن مسقط 250، أحرص على أني أحضر، لأن في المقابل يعني أنتظر من هؤلاء الشعراء أو المهتمين بالأدب أن يحضروا لي أمسياتي، يجب أن أتبادل معهم هذا يعني برغم المسافة، لكن أحاول قدر الإمكان أن أحضر أو أتواصل، حتى وإن لما يتسنى لي أن أحضر فإنما أحاول أن يعني أتواصل معهم بشتى الطرق بحيث أني أكون متواجد على الساحة، ويعني أن لا يخبو لي اسم، أني أنا أبقى دائما متواجد. وهذا يعني إضافة إلى هالنقطة أن يعني تواجد الشاعر المتحقق على الساحة يدفع شعراء. صحيح. قادمين بالظهور يشجعهم. نعم، وكثير من شعراء عمان بعد ظهوري الحمد لله في هذا البرنامج يتصلون يتأكدون من ماهية البرنامج وما هي السلبيات. أصبح محل النصح الحمد لله. نعم. وكثير. صحيح. من الشعراء أيضا. نعم. العمانيين اللي شاركوا أيضا، يعني أنا أرى أن الإقدام في المشاركة في مثل هذه المسابقات جميل جدا. إيجابي. نعم. طبعا إيجابي. يعطيكم العافية، يعني إحنا مستمرين معاكم وبكثير من المحاور. راح أروح فاصل صغير نرجع نتواصل معاكم. حسب طلبك أخوي أحمد وحسب طلب المشاهدين، أنا عندي قصيدة كتبتها لأحد بناتي، الله يخلي أولادكم كلهم وأولاد المشاهدين. يعني الله يسلمك، يعني شفتها متضايقة ويعني دمعتها كذي على خدها بسبب قضية معينة. فمثل ما قلت الشاعر دائما يعني يحب أن يعبر بطريقته الخاصة، فكتبت لها هذه القصيدة. تبسم يا كسير القلب مهما بدا وجه الحياة لديك جهما، فبسمتك الجميلة يا صغيري كمثل البلسم الشافي وأسمى، لأن الله حين أفاض حسنا أراد بأن تكن أوفاه سهما، ولا يجدر بوجه البدر حزن يغشيه ويخفي منه قسما، لقد نذر الجمال إليك قلبا هو الأصفى سنا كيفا وكما، فكفكف دمعك الغالي صغيري ولا تلحق بهذا الحسن ظلما، وخلي كفك الصغرى بكفي نغامر كل يوم نحو مرمى، لنكتشف الحياة ونجتليها فنروي تارة شغفا ونظما، فما خلق الأسى لك يا صغيري ولو أن الحياة كعين أعمى، تحارب كل ذي شرف رفيع وتشبع جبهة الأنذال لثما. صحيح.
ولكن يا جديد الريش أنا، ولكن يا جديد الريش أنا رأيت من الحياة أذى، ومهما تبسم للحياة تكن عليها مليكا يستبيها وهي رغما. ولا تفجع فؤادي في دموع تكن بين المصائب عندي عظمى، فعيناك اللتان. ولا تفجع فؤادي في دموع تكن بين المصائب عندي عظمى، تبسم واشعل الآفاق ضوءا، فأنت الفجر والآفاق عتمى، فعيناك اللتان إذا أشعى بضحك رن في الأسماع نغمى، تغذي قلبي الظامي رحيقا يداوي كل ما أدعوه سقما. صغيري لو علمت لأنت عندي كروحي، وهي أغلى ما يسمى ضياء العين أو دقات قلبي، وكل جوارح صيغت لي جسم وكل جوارح صيغت لي جسما، فداء لابتسام منك عندي يساوي ما يفوق العد رقما. تعلم يا صغيري من محب رياح الدهر قد صاغته قدما، وخاض تجاربا عفيت منها، ومنها بات قلب أبيك مدما، ومن نبل الزمان غشاء قلبي كما قد قيل قد يبدو معمى، ولكن قاد خطوي نور ربي لأن الله لي بالنور أومى، ولكن قاد خطوي نور ربي لأن الله لي بالنور أومى، فسرت مسلما لله أرضى بما يرضاه لا ما كان وهما، أناجيه فيعطيني الأماني وقد يقضي علي المنع حكما، فأرضى في كلا الأمرين حتى غدا تدبيره لي خير نعمى. حبيبة قلب والدها المعنى، ومن ظن الحياة عليه خصما، هي الدنيا وليست خصم فرد، ولكننا نعاني النقص فهما، ثقي بالله واتبعي هداه، تري معنى الصفا في النفس حتما، ألا يا جنتي في الأرض كوني مع الرحمن في الأحوال دوما، إذا ما سر قلبك صبح يوما أو استاء الفؤاد وفاض غما، وخلي في فؤادك حب طه، وآل البيت أعلى الخلق نجما، هم الأبهى ضياء بل وأجلى معاني الحسن والوافين علما، صراطا مستقيما تتبعيه وقرآنا هم هديا وعلما. يقول الروح تشكي من هواك وغرامك، خالي محلك ما بقالي ولا شيء، من رحت أنشد بالهوى وش ألامك، قيمة سواد وتأتلي ما بها ضي، أذكر غلاك وزود عشق اهتمامك، واذكر بعد لقياك في آخر الحي، واذكر عذاب الروح ساءت هيامك، الصد شمس حارقة وصلك الفي، حرمتني من ضحكتك من سلامك، ونحسب انك يا الغلاء هاي من بي، اترك على الفرقات سدت سهامك، يوم انتهت تسديدتك جبتها لي، هل يا ترى موتي مناك ومرامك، عدد هات الزمن حيرة وغي، توي عرفت الصد هذا نظامك، الحب يكوي بالقهر خافقي، كي نار وعذاب وموت، نار وعذاب وموت قلبي أمامك، طويتني في صفحة خيانتك طي، تدري وشلي قد بقالي حرامك، وأنا حلالي ما بقالي ولا شيء. الله شيء ما شاء الله. البر هو من معين الحب بسمة عاشق، أنفاسه للمشرقين مناره، هو للجمال الغض منفس غاية، وعلى تخوم المجد كان نظاره، يأتي كما شاء الجمال بروعة، مذحيك من آل السماء دثاره. نبضات إلى الأم، أماه بضوئك أورقت لغة الجمال في جسد الصلاة، صفوة من الروح غنت عشقها أبداً، فساقط البر في درب العلا مددا، هزت برعشتها جذع الوجود، فمن يتلو على الغيب سراً نضجه حصدا، مضيئة كالليالي البيض قانتة، وقلبها أخضر يغري به ألق، وقدسها من جلال الحب منبعث، يعطر الكون إما مسه العبق، نقية والحروف السحر في شرف، قد آنست ودها مذ أدمن الفلق. أماه يأتي
بأمشاج الجوى ثمل قلب الشعور على أنغام من عشق أماه يا كوثرا كل الوجود لها ضمآن حد اشتياق الروح للمطر أماه يا روضة التحنان من أزل يأتي إليك عناق تأتي إليك عناقا سورة الزهر أماه أيامنا بر تدوزنه آي الحنان على إمضاءة العمر وصبحنا من جزيل الحمد قبلته ثغر الصلاة وسعي الحب بالسحر أماه ما عانق الإيمان نفح رؤى إلا وجاء الشذى القدسي بالشرف ومذ تآلف في أرجاء قافيتي صدق الوداد أراني راميا أسفي أبقى على عتبات الوجد أعلنها أماه يا كعبة آمالها سدفي تعطريني لأبقى بالخلود شذا تعطريني لأبقى بالخلود شذا يعانق النبض في ترنيمة النطف يعانق النبض في ترنيمة النطف ما شاء الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم شعراء يعني كلماتكم شعرية ومفردات شعرية وأعتقد اليوم أردنا أن نتكلم عن الأدب وعن الجانب الثقافي وعن الشعر فما شاء الله لدينا اليوم من كل بستان زهرة ومن كل قطر أغنية صالح ما شاء الله عليك تميزت بالشعر اللغة العربية وأيضا الفصيح عمر ما شاء الله جاءت كلماتك الشعرية من واقع اجتماعي ومعاناة إنسانية وقضية أعتقد تبنيتها وهي قضية شاب يحمل اليوم يعني كثير من هموم وننتقل إلى الجانب الإنساني والعاطفة والأم واللغة العربية والمحافظة على المفردة أبتدي معك أبو صالح وأتكلم عن الشعر وحقيقة معالجته للقضايا الاجتماعية هل فعلا الشعر اليوم بات بل أصبح يعالج القضايا الاجتماعية؟ طبعا طبعا يعني أنا أجيب لك مثال شاعر معروف اللي هو الشاعر نشمي مهنا ونمسي عليه بالخير الشاعر وضاح يكتب زاوية في جريدة الجريدة الجريدة صحيح يعني الكثير من الناس قد يشترون الجريدة بسبب هذه المقطوعات الصغيرة اللي يصيغها صحيح. يعني بحرفية وبفن عالي الأخ وضاح فنعم الشعر يعالج قضايا سواء اجتماعية أو سياسية يعني على طول الزمن يعني حتى لو في مقاطع زمنية نرجع مثلا قصائد معروف الرصافي في الأم أو في الأرملة وإلى آخره نعم فالشعر أكيد يعالج كل شيء الشعر يعالج كل شيء وإذا أبى أشبه الشعر يشبه عينة الدم اللي أنت تأخذها وتكشف حالة الجسد صحيح فالشعر هو عينة الدم التي تأخذها من المجتمع فتكتشف حالة المجتمع. هذا المجتمع وأنت يمكن في بداية كلامك أن هناك عصور ازدهار وعصور انحطاط يعني ثقافي بالذات العصر العثماني يمكن العصر العباسي شوي كان فيه ازدهار لكن العصر العثماني كان فيه انحطاط إذا ترجع إلى الأدب تجد أن الأدب أيضا في ذلك الوقت كان يعني مستوى هابط بينما في العصر العباسي كان عالي وهكذا يعني صحيح إيه فسلمك الله هذا اللي بغيت أقوله يعني هو الأدب جاء من يعني أنا أشوفك ما شاء الله ماسك ورقة عندك أكيد راح أخليك تقولها ولكن أنا أردنا أن نتكلم عن الأدب الأدب تغير بحسب العصور وحسب يعني المراحل اللي مر فيها وإن ازدهر أو إن قل الأدب فهناك تجارب شعرية جديدة على الساحة الشعرية ومن يعني التجارب الجديدة الشعر الحالي الشعر الجديد الحر والخواطر التي طرحت في الآونة الأخيرة ومدرسة نزار قباني اللي بعض الأدباء اعترف فيها والمدرسة الأدبية الحديثة المدرسة الكلاسيكية هناك مدارس أدبية مختلفة جاءت من الماضي وتندرج إلى الوقت الحالي عمر يعني أنا سمعتك تكتب كلمات شعرية جميلة ما فكرت أنك تتجه للشعر الفصيح واللغة العربية ولا هي خطوة تعتقد أنها محتاجة لكثير من الدراسة طبعا أكيد يعني بما أن الشعر الفصيح خوامة الشعر الفصيح يمكن يكون يعني خطوة أصعب من الشعر الشعبي النبطي الشعر النبطي سهل أنت متعايش فيه إن شاء الله يعني إلى الأمام شنو يحتاج دراسة. عمر علشان نشوفه يكتب في الشعر الفصيح اليوم الشباب كثير يمكن الساحة الشعرية تعج بالشعراء اللي يكتبون الشعر النبطي رغبة هي رغبة الشعر سواء صحيح. فصيح أو هذا رغبة يعني عندك أخوي قبل شوي يقول أنا أفضل أن أبدأ فهني أجمل وأبدأ يعني بالنسبة لنا حنا
كمجموعة شباب تطلع بالشعر الشعبي أو النبطي كذي شيء جميل. سهل نعم. في مشاكل تواجهك بالشعر لما تكتب ولا كل يعني من ناحية وزن القصيدة من ناحية أكيد. من يساعدك فيها؟ يعني لمن تلجأ يعني اليوم بصالح يقول أنا عندي من ألجأ له صحيح. وهو يقول إن أنا لا أشوف إن كل شاعر لابد إن يكون له شخص يسمعه حتى صحيح. يتعلم منه. صحيح. لمن تلجأ فيها؟ شوف أنا ما أطلع أي قصيدة من عندي إلا أول شيء أكتبها أوزنها ألحنها بصوتي نعم. أكررها مرة ومرتين طلع كل الأخطاء سوي لها فورمات كاملة بعد ذلك مثل ما قلتك بالبداية يمكن يكون أخوي عبد الرحمن يكون أخوي علي يتعاونون معك يتعاونون معي بالقصيدة أوكي هذه المفردة جميلة ولكن تثقل البيت ضع أخرى فهذه التوجيهات مثل هذه صحيح. التوجيهات يعني تساعدني بالكثير مقدمة أنا خلاص أبتعد عن هؤلاء الأشخاص نعم. وأتكل على نفسي صحيح المفردة الشعرية والانتقاء المفردة الشعرية المؤثرة والثروة اللغوية التي يمتلكها الشاعر هي التي تحدد قيمة هذا الشاعر في ما بين الشعراء وأنا ذكرت أن هناك زخم يعني من قبل الشعراء في الآونة الأخيرة سواء على مستوى اللغة العربية أو حتى على مستوى الشعر النبطي ولكن من يقيمهم ومن يميزهم هو المفردة الشعرية والكتابات الشعرية التي تكتب كيف يختار الشاعر عقيل هذه المفردة الشعرية ويحاول أن يطورها إن اليوم أنا إذا ظليت على نفس النفس يمكن ربما المستمع يمل ويقول لا ما في تطوير ولكن كيف تطور من نفسك وتحاول على يعني أن تحافظ على هذه المفردة الشعرية المفردة الشعرية موجودة المفردة الشعرية موجودة يعني مخزون قراءات سابقة نعم. مخزون ثقافة مخزون بيئي مخزون قرآني أيضا صحيح. يعني تعلم القرآن في سن الطفولة جدا جدا مهم يعني مهم يعني يجعل من 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 اللسان لسان فصيح يجعل أيضا من المفردة مفردة قرآنية بحتة وجميع حديثنا إحنا قرآن صحيح. يعني لو لم نتحدث بالقرآن فبماذا نتحدث هذه النقطة المهمة أن نتعلم القرآن في سني مبكرة إضافة إلى تعلم اللغة العربية والاستمرار في التعلم اللغة العربية يعني أنا أضرب مثال دائما على نفسي أنا خريج تربية رياضية ولكنني في الشعر الفصيح واللغة العربية الحمد لله ودت أن تكون خريج تربية أدبية لغة عربية الحمد لله خريج القرآن ما شاء الله يعني حقيقة لابد أن تذكر إضافة إلى أنه يعني البيئة أيضا تسقل الشعر من خلال المفردة مثلا الأخ عمر متمسك بالمفردة الشعبية لأنه بيئة هذه بيئته وهكذا هو يكتب ولو أراد أن ينتقل إلى الشعر الفصيح يحتاج أيضا أن يتعلم علوم اللغة العربية وأن يعني تكون له قاعدة من القراءات في الشعر العربي الفصيح وعلى جميع العصور وليس يعني مثلا الجاهلي أو الأموي أو كذا صحيح. صحيح. وحتى العصر الحاضر أنا يعني أيضا من الأشياء اللي أحرص عليها أن كلما رأيت ديوان شعر لأي شاعر في كثير من الشعراء لا أعرفهم شخصيا صحيح. ولكن لدي دواء منهم أقرأ لهم ويعني أستفيد طبعا بغض النظر هذا شاعر متحقق أو شاعر مبتدئ أو شاعر كذا يعني حتى هذه جلستنا اليوم استماعنا للشاعرين الفاضلين أيضا يفيد ويعني يغذي ترد يفتح أفق التفكير صحيح. أنا يمكن بتكلم أيضا عن محاور كثيرة وأشوفك ماسك الكتاب عندك يمكن أنا ذكرني بس أبو صالح بقضية الشعر نعم. فمسكت على طول الديوان حتى أقرأ منه نص سألتني طفلة ببراءة نعم. يعني من بناتنا الأهل يعني قالت لي ما الشعر عرفت لها الشعر فأتت قصيدة نعم. ربما يعني أكبر من عقلها لكن هو هذا الشعر يعني في المستقبل تدرك هذه الكلمات طبعا نعم لا وبالمناسبة يعني ألقيتها في أسبوعها في المدرسة نعم. اللي هي فيها الآن ما شاء الله يعني كبرت وحضرت الأسبوع وسمعت القصيدين لها وأدركت نعم. كثير خلنا نسمع الكلمات ما الشعر يا أيها المزجي بداياتي جاءت تسائل عن مكنوني الذاتي جاءت تسائل عن مكنوني الذاتي ما الشعر يا أيها المزجي بداياتي جاءت تنخبر في مندوس أحرفنا بعضا من البوح
في مخبوء غاياتي جاءت على خجل ظمأ لمشرقها كي تشرب النور من مصباح مشكاتي. من أنت؟ قولي. أراني الآن زنبقة تهفو إلى العطر من زهر الشتاءات. تيهي ندى وامنحيني بوح أغنية وقبليني جمالا يا نداءاتي. شرقية البوح إن السؤل أخرسها صمتا أجابت أهذا حظي الآتي؟ أجابها النبض واليامال يعزفه قلبي المتيم في أبهى صباحاتي. الشعر صوت يقد اللحن من لغتي فتستحيل له سكرى صباباتي. صوت يزغرد في روحي سأعبده وأرتضيه صفيا في صفاءاتي. هذا هو الشعر والأفراح تكتبه رقصا على لحن أزهاري وناياتي. الشعر عندي أهازيج أحن لها وأرتضيها حبيبا في معاناتي. الشعر فينا كآيات نرتلها من محكم النبض في أسمى فضاءاتي. الشعر يمنحني حضنا ألوذ به انتهت الدرب أو غمت مساءاتي. هذا هو الشعر في روحي ليشعلها وجدا لحبي لكي تزهو سماواتي. هذا هو الشعر عند الحزن أشربه خمرا حلالا لكي تحلو عذاباتي. هذا هو الشعر عند الحزن أشربه خمرا حلالا لكي تحلو عذاباتي. هذا هو الشعر. هذا الحب ذا دمنا حب لا عروق شعوري في كرياتي. يا أنت يا أنت إن الصمت جلببها والحب جلببني هيا اسكني ذاتي. الله عليك. هيا اسكني ذاتي. الله عليك ما شاء الله. أنا بس عندي أربع أبيات. تحمل الاستفزاز اللي سويته. لا اللي هو من زمان كنت أسمع الشعر يقول حداني الشوق يا صاحي فضع خمرا بأقداحي. يعني كلمة الخمر ذكرتني. حداني الشوق يا صاحي فضع خمرا بأقداحي من الخمر التي أهوى معتقة أيا صاحي. فخمر الشعر أشربها فخمر الشعر أشربها لأنسى بعض أتراحي. فدعني ممسكا كأسي أسافر نحو أفراحي. الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. كلمات شعرية ما شاء الله عليكم. خذيتونا في سماء الشعر وفي سماء الكلمة الشعرية. مستمرين معكم. راح نروح فاصل صغير نرجع نتواصل. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معاكم في البارت الأخير من برنامج أهل الديرة. طبعاً الوقت يداهمنا وما شاء الله عليكم كلماتكم الشعرية تستحق حلقات وكل شاعر فيكم يستحق حلقة. يعني في نهاية الحديث معاك أبو صالح يعني شرفتنا اليوم ونورتنا وكان لقاء جداً جميل وأثريت الحلقة من خلال الطرح اللي تملكه الأدبي وأيضاً الشعر اللي تكلمت فيه. الختاماً شنو حاب توجه في الختام والشعر اللي تبي تقوله؟ يعني أنت قاعد تقول إن مبارك لما يستفز إنه يقول شعر فهم أيضاً في يعني في انتصار حققة المقاومة الإسلامية على العدو الصهيوني. نعم. في 2006. صحيح. ولكن أحد رجال الدين استهزأ في هذا الانتصار وقال بيت من الشعر على ما أتذكر يعني إنه خرجنا نرفع الرايات بيضاً وعدنا نرفع الأيدي انتصاراً. نعم. أنا ما أعرف هذا. من باب الاستهزاء هو يقول. إيه هو قال هذا الكلام من باب الاستهزاء في المقاومين. فأنا كتبت عليه ما راح أقول القصيدة كلها ما في وقت. ولكن رديت عليه في وقتها ونشرتها أن مدحا في المقاومة. نعم. يحدد نصركم فينا المسارة ونحو الدرب حقا قد أشارا وكان الله يرمي من أكف لحزب الله ترمي الخصم نارا. إذا عيناك لم تبصر بريقا لهذا النصر أو تلحظ فخارا فذاك لأن هذا النصر فتح كبير
فوق من كانوا صغارا. الله عليك ما شاء الله عليك الصراحه. قصيده طويله بس اكتفي بهذا. يعطيك العافيه عمر. في الختام شنو حاب تقول القصيده اللي حاب تقولها؟ بشكل سريع جدا الوقت. الختام اشكر قناه الكوت على استضافتهم واشكر اخوي احمد صاحب الفاعي وبين ما شاء الله يعني اخواني الكبار عمالقه الشعر. تشرفت واجدي بينكم. هذه القصيده اليوم كتبتها سريع اقول: أستع بضلوع قلبي ولا فيك، أستع بضلوع قلبي ولا فيك، شطر من الغالي نسخته كتبته جاني حزين يسأل القلب وش فيك وش فيه حالك ضايق ما هو أنت. قلت بصراحة ما بترحل وناديك وش هي بدونك دنيتي كان غبت وأنا أحبك وأشقك موت وغليك وغار من كل شي حولي وشلته حلو حبيبي وصعب علي يباريك أنت الحلا ذايب من إيدك أكلته ذوب كلي في غنجك وتغليك وذوب من سكر شفات عصرته لي خافق لا من أشق ما يخليك وشلون وانت الحب فيني ملكتها I love you baby أشكل وانسيك كريزي غديت وما بعقلي خسرت آخر وداء وكلمة الشوق تأنيك جان الفراق اللي أبد ما ذكرته تبكي وراحت قالت اليوم أخليك طعن الظهر يا للأسف ما حسبت عقب الرحيل ودمعة الخد طاريك وحل حزن والهم منك كسبته. سلامات ما تفشر راح خلاص ودع. الله يسلم. شعرنا عقيل لواتي في الختام الكلمة اللي حاب توجهها وأيضا بشكل سريع جدا أود أن أتكلم عن شاعر الشفافية وختاما الشعر اللي تبي توجهه. شاعر الشفافية لقب حصلت عليه في برنامج أمير الشعراء سبب هذا ربما رأوا في الشفافية فلقبوني بهذا اللقب وواضح من الشعر اللي سمعناه. نعم. الله يحفظك. هذه شهادة أيضا أعتز بها إضافة لشهادة البرنامج. شكرا جزيلا الله يسلمك صاحب مكان لهذه القناة التي لست بأول ظهور لي فيها. نعم. سبقها ظهور بالاتصال. نعم. وأتمنى أن شاء الله أنا قلت لك صاحب مكان. الله يحفظكم. الله يحفظك. يعطيك العافية. وهذا شيء أكيد يعني أنا يعطيك العافية حتى لو ما دعوتني أنا أجي. أكيد مكانك بلا شك بلا شك. أقول: شبق الجنون يلف في أعرافي ويحيلني لنبوءة العراف يا أنت يا وهج الحروف على المدى بثي الضياء بعتمتي وجفافي واستنطقي في النساء لعلني أصفو صفياً في رؤى الأطياف علي أعانق في سمو مشاعري شغب الهدى المغروس في إيلافي قد قال للعراف وهو يصدني حسدا ستظمأ يا بريق عفافي لكنني والحب كان تميمتي لن أرتوي إلا بنزف شغافي سأظل رغم الصد مشرق أضلع إني أضيء لمطلع الأسلاف حتى وإن شبق الجنون يلفني يبقى جنوني منهج الأعراف أبقى رهين الود مشتمل الرؤى أغزو مدارات الجمال الصافي يبقى جنون العشق يبهج كلما لمع الهوى في قلبي الشفاف. الله يعطيك العافية. الله شكرا الله لكم على التواصل معنا في برنامج أهل الديرة. ما شاء الله عليكم كلماتكم الشعرية جدا جميلة. وعلمنا أن الشعراء أربعة: فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يدور وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. تصبحون على خير. مع السلامة.